مشاهدينا، ما زالت التغطية مستمرة، ومعنا الآن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أهلا بك سيادة الفريق، وفي البداية ألف مبروك على نجاح هذه يعني إدارة الأزمة بشكل حرفي شديد أشاد له الجميع. ما هي الخطوات التالية الآن؟ بشكل حاجة جدا يا فندم، بفضل من عند ربنا الحمد لله. احنا دلوقتي بعد ما عودنا السفينة بنسبة 100% الساعة 3:30 النهاردة عصرا، السفينة دلوقتي مبحرة في قناة السويس، عليها 2 مرشدين مصريين وقطرات حواليها، هتربط إن شاء الله في كبريت عشان نبدأ نفتش على الأجهزة والمعدات الفنية بتاعتها والماكينات والمولدات، كل الأجهزة بتاعتها عشان نطمن عليها قبل ما تروح تاني في قناة السويس. في نفس الوقت هنعلن برباطها على الكبريت، هنعلن بداية استئناف حركة الملاحة في قناة السويس من الجانبين. نعم سيادة الفريق، يمكن كان في تصريحات سابقة لحضرتك بأن في تقريبا 369 سفينة، من بينها 25 أعتقد سفينة نفط أو سفينة نفطية. ما هي الإجراءات التيسيرية التي سوف تتم لهذه السفن لمرور المجرى الملاحي مرة أخرى؟ شوف، أنا أقول لحضرتك إحنا من أول ما نستأنف الملاح، إحنا دلوقتي حاليا دلوقتي في مرشدين موجودين على السفن العالقة دي الموجودة، كل واحد عارف دوره وعارف هيخش امتى، سواء من الشمال او من الجنوب. نعم. وهنستأنف على طول وهنشتغل 24 ساعة عشان نخلص موضوع التكدس. لكن انا اطمن حضرتك، بقول لحضرتك المرشدين دلوقتي موجودين على المراكز اوريدي. نعم. يعني مش لسه بنستنى، احنا كنا مجهزين الجدول ده بقى لنا يومين، وكان عندنا امل ان احنا نخلص خلال 3 ايام. ربنا ما ارادش، خلصنا دلوقتي، الجداول جاهزة، المرشدين موجودين على المراكب، بمجرد رباط السفينة ايفر جيفن في البحيرات او في الكبريت هيبدا حركة الملاحة من الجهتين ان شاء الله. نعم، يعني القبطان الناجح هو من يقود السفينة، وبالفعل حضرتك أثبت نجاح شديد في إدارة هذا الملف بحرفية شديدة، ولكن الكل يتحدث الآن عن فكرة هل هناك نوع من أنواع الحوافز لهذه السفن؟ والله هي بتدرس فعلا، هنشوف ان احنا برضو بنقول الناس دي ما كانش لازم، هنحاول بقدر الامكان نشوف نقدر نعمل معاهم ايه، علشان برضو مش عشان حاجة اكتر من ان سفن قناة السويس دايما يعني احنا خلاص الناس دي غصب عنها بقت محصوره او مزنوقه او موجوده في مكان مش عارف تتحرك فيه. بنفكر نعمل لهم فعلا حوافز، لازم تدرس كويس، مش يعني حتى بعد ما يعدي مش مشكله، بنرجع نمد لو عملنا حوافز او عملنا تخطيط بيرجع ياخده. نعم. مفيش مشكله خالص يعني، لكن فعليا زي ما حضرتك بتقول احنا بنفكر جديا ان احنا نعمل نسب تخفيض للسفن اللي كانت عالقه خلال فتره اداره الازمه. نعم، الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في تدوينة له قال بأن ما حدث اليوم هو رسالة طمأنة للعالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي تمر بهذا الشريان الحيوي المهم. كيف تابعت تصريحات السيد الرئيس؟ أنا طبعا تابعتها بفخر طبعا، يعني السيد الرئيس اتكلم عن قناة السويس بالكيفية دي، مش عايز اقول ان متابعته كمان معانا يومين فوق عن 3 مرات، يتكلم مرتين او 3 يطمن، وكان بياخد التفاصيل يعني، مش كان بياخد كده اخباركم ايه وخلاص، لا يقعد يتكلم معايا، طب عملتوا ايه، طب بياخد تفاصيل يعني، كنت انا بشفق عليه صراحه من التفاصيل دي، لكن هو كان يقول لا اتكلم قول لي بالظبط انتوا بتعملوا ايه ووصلتوا لايه. سياده الرئيس حطت بعض المقترحات احنا نفذناها وكانت فعلا صحيحه. نعم. احنا كان عندنا 3 سيناريو، السيناريو الثالث احنا كناش عايزين نوصل اللي هو تخفيض الحموله. نعم. كان هياخد سفن ناجرها وشاش ناجرها حاجات من دي يعني، وكان هياخد وقت كبير. سياده الرئيس امر ان لا ما نستناش لغايه لما نخلص سيناريو 1 و2 وندور على السيناريو الثالث، حتى لو ما استخدمهوش معداته وادواته تكون موجوده، عشان لو ما نجحناش في السيناريو الاول والثاني يبدا فورا السيناريو الثالث في نفس التوقيت ما نتاخرش. فعلا احنا طبعا نفذنا الاوامر وكانت المعدات تعاقدنا عليها وكنا جاهزين، صحيح ما استخدمناش بس ما خسرناش حاجه، سمعتنا قدام العالم زي ما السيد الرئيس قال، انتوا سمعتوا البلد في رقبتكم، فسمعتنا فعلا بتبين ان قناه السويس دي الناس اللي شغالين فيها وفيهم تبعه يوميه من السيد الرئيس، وحريصين على حركه الملاحه والشريان دون، حريصين على البضاعه بتاعت العالم كله، حريصين على مصالح الناس، الحمد لله رب العالمين. نعم، يمكن الفترة اللي فاتت وعلى مدار 6 أيام حضرتك كنت بتعمل تحت ضغط شديد تحديدا من مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الشغل الشاغل والسؤال الآن الذي يتصدر المشهد فكرة التعويضات، وخصوصا بأن مصر خسرت ملايين الدولارات على مدار هذه ال6 أيام، فضلا عن فكرة مصروفات القطر والتكريك وغيرها، من الذي سيتحمل هذه المصروفات؟ هو طبعا فيها تحقيق، هيتم التحقيق، هيبين المسؤوليه عند مين، تكون متوزعه مثلا بين شركات التامين والشركه. لكن انا ليا مداخله في الحته اللي حضرتك قلتها في التواصل الاجتماعي، الناس كانت بتشكك والحاجات دي كلها، ثقت تماما ان احنا انا شخصيا يعني ما كنتش بدي بال ولا اهتمام بالموضوع ده، لان كان عندي هم واحد بس،
مصلحه مصر ومصلحه هيئه قناه السويس، وان احنا نثبت ان احنا فعلا لو احنا التفتنا للحاجات دي ما كناش هنشتغل. كنا نقعد نرد على كل واحد. انا بصراحه برضه في توقيت معانا ما كنتش برد خالص لان كنت ببقى فاضي وبيبقى شغالين، فاحنا ما التفتناش ليها يعني. نعم، يعني أنا كل ثقة في حضرتك وفي القيادة السياسية أيضا، ولكن خلال هذه الفترة وملف الإدارة الخاص بهذه الأزمة كان لابد أن يكون هناك دروس مستفادة من هذه الحادثة. ما هي الدروس المستفادة بالنسبة لك؟ والله الدروس المستفادة أن احنا لازم نبقى جاهزين دايما للحدث. يعني احنا لو محتاجين معدات أو أدوات واخد حاجات في الدرس دلوقتي أستاذ الرئيس كان أمر بيها. نعم، هنجهزها معدات. احنا عندنا معدات كلها والحاجات، لكن ممكن تكون معدات ذات طاقه اكبر من اللي احنا كانت عندنا. هنعمل الكلام دوت وان شاء الله نبقى جاهزين لاي حدث يحصل. ربنا ما يجيب اي احداث سيئه ان شاء الله، لكن احنا جاهزين بكل السيناريوهات لاي احداث تحصل في قناه السويس. نعم سيادة الفريق، يعني ظهر اليوم كان هناك مؤتمر صحفي لقسم المحاكاة في هيئة قناة السويس الذي تم الاطلاع من خلاله على أهمية التدريب والمحاكاة على هذه الحوادث في صقل مهارات العاملين. ما هي أهمية هذا القسم تحديدا لكم، وهل سوف يتم الاستعانة أو التدريب على مثل هذه الحوادث التي وقعت من السفينة إيفر جيفن خلال الفترة الماضية لإعادة تأهيل، ويعني يكون هناك نوع من أنواع الجاهزية حال وقوع مثل هذه الحوادث لا قدر الله؟ الحقيقة ده اللي بيحصل عندنا دايما في المحاكاة، إن احنا في كل حادثة من الحوادث كانت بتحصل في السويس أو في أي ميناء من المواني في العالم كله بيجاب السيناريو بتاعها وبتدرس وبتتكرر تاني، وبندرب عليها المرشدين وبندرب عليها الاباطين وبندرب عليها. حتى في اباطين بياخدوا من عندنا الفرق، اباطين اجانب بيجوا يتدربوا عندنا في المحاكي نظرا لسمعته العاليه والثقه فيه. فاحنا طبعا السيناريو اللي حصل ده سيناريو درس في العالم كله. نعم، ان المركب بالحجم ده وبالحموله دي كلها وتبقى مستعرضه في قناه السويس بطولها 400 متر وعرض قناه السويس للمكان ده 250 متر، وان احنا نقدر نحركها في 5 6 ايام. عملية كانت تحتاج أكثر من 3 شهور عشان تتنفس الموضوع. نعم، يعني أنا أرى أن هو عبور تاني مثلما عبرت المصريين في حرب 73 اليوم عبرت العقول والسواعد المصرية هذا التحدي بالإرادة والإصرار، ولكن ما هي الرسالة التي من الممكن أن نأخذها منك الآن لطمأنة حركة الملاحة العالمية بشكل عام؟ احنا بنقول للعالم كله أن احنا دايما عينينا على مصلحه العالم ومصلحه التجاره العالميه، بنحافظ على البضاعه، بنحاول ندي حوافز للسفن اللي علاقتها بالمجرى علاقه وطيده. نعم، يعني لما نقول برضو ان احنا لما حصل حد زي كده كان ياخد وقت كبير جدا، احنا اتحركنا في نفس اللحظه وكنا بنتصاعد في التحرك بوتيره عاليه جدا. يعني احنا بدانا ب5 قطارات، بعديها ب6 ساعات كان في 8 قطارات، بعديها بقى في 10 قطارات، بعديها في 14 قطره 2 كراكه. يعني قصدي كمان ما كناش بس يعني اتحركنا وخلاص يعني بنأدي واجب، لا احنا كمان كنا بنتصاعد مع الحدث نتطور معاه طبقا لتطور الموقف، وعايزين نقلل المده الزمنيه للمشكله بتاعت السفينه دي. نعم، يعني بنحيي حضرتك يا فندم وبنبارك لك على المجهود العظيم اللي تم خلال فترة إدارة الأزمة. كنت معنا هاتفيا على شاشة التلفزيون المصري الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شكرا لك.